اقتصاديا، واصلت العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني على وقع تزايد التحديات والأزمات الاقتصادية في البلاد. وقال مصرفيون ليمن شباب إن الدولار الأمريكي سجل 1459 ريالا للشراء و 1482 ريالا للبيع، وارتفع سعر الريال السعودي إلى 362 ريالا للشراء مقابل العملة الوطنية و 391 ريالا للبيع. وحذر مراقبون من الانهيار الاقتصادي في البلاد جراء تراجع سعر الصرف، معتبرين ذلك مؤشرا خطيرا يستدعي اتخاذ إجراءات تمنع من تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد. وعزى مراقبون سبب تدهور سعر العملة إلى توقف صادرات النفط الخام إلى الخارج، الأمر الذي أثر سلبا على عدم قدرة الحكومة في الحصول على مصادر العملات الأجنبية، إضافة إلى عدم الوفاء من قبل السعودية والإمارات لالتزاماتهم بدعم العملة الوطنية. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا السيد مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي. سيد نصر، أهلا وسهلا بك. إذن ما سبب هذا الهبوط الحاد في سعر صرف العملة الوطنية؟ نتحدث على عن 1460 مقابل الدولار تقريبا، وما هي التوقعات في ظل هذه الانهيارات المتتالية؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا. في الحقيقة هناك أسباب اقتصادية وأسباب سياسية أدت إلى هذا التراجع في سعر العملة الوطنية مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى. أبرز هذه الأسباب هو توقف مصادر النقد اقتصاديا، توقف مصادر النقد الأجنبي، كون اليمن كان يعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط وعلى أيضا المساعدات والودائع المقدمة للحكومة اليمنية وللبنك المركزي، لكن خلال الفترة القليلة الماضية أو خلال يعني تقريبا العام الماضي توقف تصدير ابتداء من يوليو العام الماضي، توقف تصدير النفط والغاز بعد الهجمات الحوثية على موانئ التصدير، وأيضا هناك تلكع واضح من مسألة تقديم الدعم للحكومة أو للبنك المركزي من قبل دول الإقليم. هذا كله أدى إلى ضغوط كبيرة على سعر أو على العملة، وبالتالي أدى إلى هذا التراجع التدريجي. يعني المعلومات تشير إلى أنه لا يوجد مصادر للنقد الأجنبي منذ عام تقريبا، وهذا يعني يشير إلى أنه إذا استمرت هذه أو هذا الوضع وهذه المعطيات بالتأكيد هذا سيشكل صعوبة كبيرة بالحفاظ على سعر العملة عند مستويات النسبية. يعني انعكاس هذا الانهيار للعملة المحلية على الوضع المعيشي، وهل رصدتم يعني حاليا أي انعكاسات مباشرة في الأسواق؟ طبعا هي مباشرة هذا يؤثر على أسعار السلع والخدمات، وبالتالي لكن هناك تصاعد مستمر في أسعار السلع والخدمات. من المبكر الحديث عن تأثير دقيق حتى الآن أو نسبة دقيقة، لكن كما تعرف أنه العملة هي أساس أو مؤشر أساسي بناء عليه تتغير كل أسعار السلع والخدمات، لا سيما وأن البلد يستورد معظم احتياجاته من الخارج، وبالتالي كل تقريبا أو معظم السلع سواء كانت مشتقات نفطية أو سلع غذائية وغيرها كلها سترتفع بمقدار التراجع الذي حدث في سعر العملة. نعم. الآن ما يعني السبل والإجراءات يعني المتاحة العاجلة ليعني وقف هذا التدهور للعملة المحلية ضمن المتاح؟ طبعا الوضع يعني هناك جهود الحقيقة للبنك المركزي في مسألة سحب كمية من النقود المحلية الموجودة في السوق، وهذه يعني يفترض إجراءات يتم يعني زيادة مستوى
الإجراءات لسحب كمية النقود بالعملة المحلية من السوق، وبالتالي خلق نوع أو شحة في العملة لوقف عمليات المضاربة، وأيضا إجراءات أمنية وإجراءات رقابية شديدة على مسألة المضاربة بالعملة وعدم المضاربة بالعملة، وجعل هذه الأزمة في إطارها الاقتصادي. هذا في تصوري أولوية قصوى كأولوية متاحة، لكن هناك حلول ربما تكون أكثر جدوى، مسألة الحصول على دعم، إتاحة الفرصة من جديد لتصدير النفط، وأيضا الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه الحكومة، والمرونة التي يفترض أن تتم في مسألة الوديعة سواء كانت السعودية أو الإماراتية لتحقيق انفراجها في السوق وانفراجها في سعر العملة. نعم، وضحت الصورة. كل شكر لك مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي.